فيلا جديدة وفخمة بمنطقة البياضة. هالفيلا معمرة على 1200 متر مربع أرض ومؤلفة من 1450 متر مربع سكن موزعين على 4 طوابق. فيلا من برا قسم منها ملبس رخام بوتوتشينو، والقسم الثاني خشب يعتبر ري انجينير دود من اليابان ضد المي ومكفول لمدى الحياة. طابق الباركينج بساعة 8 سيارات من خلال بوابة على الكهرباء، بيتضمن غرفة الناطور، غرفة الشوديير وغرفة الكهرباء وكل أقسام التقنية. طابق الجراوند فلور تبع الفيلا يعتبر الانترتينمنت سكشن، مجهز بكيتشينات، تواليت ومنه دغري منطلع على الجنينة. مدخل الفيلا على الطابق الأساسي مؤلف من ريسبشن ارياز، مطبخ، تواليت للضيوف. فوقه دغري ثلاث غرف نوم ماستر بالإضافة لتيفي روم منفصلة. وآخر طابق يعتبر الماستر سويت، غرفة نوم كبيرة مع تواليت مجهزة بجاكوزي وتراس مطل على الفيو. كل الطوابق موصولين بألفيتر. الفيلا من جوا كلها بلاط رخام تلياني بوتوتشينو، حتى الحمامات. فلور هيتينج بالأرض. سبليت اير كونديشن سيستم كونسيلد بقلب الجفصين. الفيلا كلها مجهزة بكاميرات مراقبة بإضافة لألارم سيستم ضد السرقة والحريق. فيلا فخمة جديدة للبيع بالبياضة بمساحة 1450 متر مربع سكن، حالياً للبيع ب 5,500,000 دولار. بيفيو ريزيدنس، مشروع سكن جديد، منطقة خضراء وفيو اول اراوند صوب البحر والجبال. تتراوح مساحات الشقق بين 230 و 520 متر مربع، مقسمين ل 3 بلوكس، وكل بلوك بيتميز بتقسيم مختلف، دبل وولز للانسوليشن وهاي اند فينيشينج بالداخل كمان. بوتوتشينو اوبن بوك بالارض، جيبسون بورد ديزاين مع سبوت لايتس بالسقف. سانيتري اكويبمنت كلها فيرست تشويس يوروبيان براندز، كونسيلد اي سي بالريسبشن وسبليت اي سي يونتس بالغرف. كيتشنز كلها مجهزة بسموك ديتكتورز وريزين كاونتر توبس. أما آخر طابق من كل بلوك هو جوبلكس بمساحة 500 متر مربع مع تراس مجهز بتستد ووتر بروف سيستم. بيتميز بلوك سي ببرايفسي وأبارتمنت وحدة بكل طابق. تو أندرغراوند ليفلز للباركينج مع أوتوماتيك جيتس وتو جنريترز بالأندرغراوند في حال صار أي عطل. امدادات للسولر سيستم موجودة وفاير الارم سيستم للسيفتي بكل المشروع. بيفيو ريزيدنس، لوكجري بروجكت بالبيادة بمراحل الفينيشينج، ايديال لوكيشن وبانوراميك فيو صوب البحر والجبل. دليفري ديت صيف 2015، ستارتنج برايس 3000 دولار بالمتر. بالمطيلب عم نتعرف على بروجكت جديد under construction. طيلب residences، بناية موقعها كتير فخم، رايق جنب السفارة الألمانية وجنب مدرسة جيسس إن ماري. مألفة من 5 شقق سكنية وكل شقة على طابق. مساحة كل شقة ببناية المطيلب 370 متر مربع ومقسمة لأربع غرف نوم أربعتهم ماستر. اير كونديشن وهيتينج سيستم لكل شقة، سولار باور لتأمين مي سخنة. كل شقة تابع لها 3 باركينج مع ستورج روم أندرغراوند. كل شقة بتتميز ب 35 ألف لتر خزان مي. العمار اللي عم نشوفه بالمطيلب كتير فخم، أول طابق بالبناية تابع له تراس، وآخر طابق تابع له تراس على السطح ومجهز ببرايفت سويمينج بول.370 متر مربع بالمطيلب، عمار كتير فخم، هاي اند فينيشينج مع منظر صوب البحر والجبل. ستارتينج برايس 2300 دولار بالمتر.